أزيد من 500 عمل إبداعي أدبي وفني تنافست هذا العام على النسخة 15 لجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب علي معاشي، رقم قياسي حققته طبعة بفئاتها الثمانية، ما أضفى على مراسيم تسليم الجوائز جواً من التميز وزاد من اعتزاز المتوجين بها. علي معاشي عبارة عن حاضنة لمختلف مشارب الجمال في الجزائر. شرف لي أن نكون احتليت ما بين 120 رواية أو 120 كاتب، ثلاث مراتب الأولى. قيمة الجائزة تتمثل في الدفع المعنوي الذي تمنحه للحائز عليها، الدفع المعنوي لتخبرنا أننا ربما لا نكتب هباء. حفل تسليم الجوائز الذي أقيم إحياء لليوم الوطني للفنان كان فرصة لاستذكار الأسماء التي غيبتها جائحة كورونا عن الساحة الفنية في لفتة لأرواحهم الخالدة. كما عرف تكريم العديد من الوجوه الفنية والثقافية التي لازالت تقدم الكثير للفن الجزائري. Ça m'a fait très plaisir et c'est une grande joie parce que 50 سنة تاع المعطى من اللي كنت دراري في المسرح الوطني. واش نقدر نقول لك راني داخله 52 سنة في مهنة. كريم هذا يعني شو très 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 content et très heureux surtout pour mon épouse, mes enfants, mes amis, يعني pour le travail que j'ai fait depuis très longtemps. Moi, je peins depuis très longtemps, à son 50 ans. الحفل كان أيضاً مناسبة لإطلاق فيديو كليب نشيد الفنان الذي شاركت فيه كوكبة من الفنانين الجزائريين. ضد المحتل